يعني ده امير بقى الفرحه الاولانيه وكده. حضرتك فاكره يوم ما عرفتي انك حامل فيه كان واقع الموضوع لك ايه؟ هو يعني هو انا دلوقتي فرحانه بيه بس ما هو كلنا كده والله، بس الصدمه الاولانيه. لكن الصدمه الاولانيه في السونار اول ما قال له ولد انا عيطت، انا عايزه اتوج وعايزه فساتين. انا بحب، ايوه بحب البنات جدا. طلعت لغايه دلوقتي كده، خلي بالك من هو بيبي مش قادره اقتنع. انا مصممه وحطيت التواك والحاجات بقى وكده على اساس ان انا بحب البنوتات. تمام. حتى عندهم في البابا وكده، هو اهل بابا كانوا بيتضايقوا من اللي انا بعمله، بس ما غصب عننا. عموما اول ما علمت ان ولد تعبت يعني. وبابا اللي كان فرح لان قال لي لو كنت جبتي بنت كنت حوقدها. من الدلع اللي جدا ما بيحبش البنات بقى وكده، فربنا رزقني بامير وفارس وكانت فرحه الحمد لله.